تم بعثة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي. إنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بأقرب وقت ودون أي تأخير. وضف الجمالي في تصريحات إعلامية عن رغبة شديدة لدى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق المرفوضة بإجراء الانتخابات وفقا لاتفاق باريس. هناك رغبة حقيقية ممكن نصل الانتخابات ونصل لها بأي طريقة بأي حل يجب، فما يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية لإتمام هذه الانتخابات بأقرب وقت، هذا ما يتقصي. إذا لم تكن هناك رغبة حقيقية الحقيقة نولد دائما التعيلات والهجج لتأجيلها، وهذا كله على حساب الشعب الليبي. وطبعا تمت الانتخابات في 2014 وهذا، ولكن المرة هذه لازم انتخابات أن تكون ملزمة، أن جميع الأطراف السياسية تكون ملزمة بنتائج انتخابات وبتمثيلها، هذا الأساس. فيجب على الأخوة السياسيين أن يشعروا بأن الشعب الليبي فقد الأداء، فقد الصبر بتاعه، لأنه شفنا بعض الناس خرجوا للشوارع. في اتصالاتي مع إخوان نشوفهم كلهم موافقين وعيدوا انتخابات، وأخيرا شفنا تصريح تاع المشير حفتر أنه هو مع الانتخابات. كذلك السيد الرئيس السراج كذلك يؤيد انتخابات وأعطى مقر جديد للهيئة وصرف لها أموال عشان يعني يجهز نفسها. فلذلك هناك رغبة من السياسة لإجراء الانتخابات، لأنهم عارفين أنه الشعب الليبي قاعد يعاني، لكن على أساس هناك أطراف أخرى أنه اللي هي تعرقل قليل من النواب اللي يشعر بانه، وكل النواب يشعروا بانه فما كل تاخير للانتخابات هي مزيد من الصعوبات للشعب الليبي، وصعوبات حتى لليبيا.